معي عبر الهاتف من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الله. بداية، مؤتمر المعارضة القطرية الذي عقد في لندن أظهر العديد من الحقائق عن النظام القطري، ومن ضمنها أن السلطات في الدوحة تلبست بعباءة العباءة الإيرانية منذ عام 95. أنت أين تجد نقاط التماهي بين النظامين في الدوحة وطهران؟ مساء الخير. حقيقة يعني ليس بغريب على قطر أن توضح للمجتمع الدولي وأن يكون علنيا من خلال حديث المشاركة في اجتماع الجامعة العربية، وأن تصف إيران بأنها الشريفة، وهذه يعني يكون فيها منعطف تاريخي لدى العلاقات الإيرانية القطرية. أعتقد نجاح المؤتمر المعارضة الأول في العاصمة البريطانية لندن كان له مردود إيجابي في الوسط المجتمع الدولي والعربي أيضا، لوقي بردود فعل إيجابية. كان هناك أيضا استفتاء نحن طلعنا عليه بأن أكثر من 85% من سكان قطر يعارضون ارتماء حكومتهم في عباءة إيران أو تحت وصاية الولاية الفقيه في إيران. لم يكن جديد لدى المراقبين والمتابعين للوضع السياسي بأن تكون حكومة قطر لديها علاقات ثنائية وطيدة مع إيران وتحديدا في طهران، فكانت لها تواصل كبير مع الميليشيات، مع حزب الله في لبنان وغيرها من ميليشيات الحوثي. أنا أريد أن أسألك عن أبعاد هذا التقارب الذي تتحدث عنه، كيف انعكس سلبا على المنطقة، وأين تجد هذه النقاط في التقارب بين النظامين؟ حقيقة النظامين لديهم نقاط تقارب وتشابه في عملية تبني تمويل الإرهاب وتصدير الثورات وتصدير الفوضى في الخارج. فكيف كان هو ما أطلق عليه بالربيع العربي دور كبير للحكومة القطرية في دعم الفوضى في المنطقة العربية. أيضا كان هو الممول الرئيسي للجماعات المتطرفة لدى إيران في فوضى وثورات المنطقة. هذا ما أثبتته التحقيقات والدلائل التي كانت تكشف من خلال مشاركة بعض عدد من المعارضين في مؤتمر المعارضة بلندن. أيضا كانت هناك أيضا دلائل كبيرة في تورط قطر بتعاون مع ميليشيات إيرانية في العراق وتمويلها في العراق. أعتقد الاثنين يتفقون على تصدير الفوضى وأيضا تمويل الجماعات الإرهابية، حتى كانت في قطر في البحرين عفوا لديها اتهامات واضحة في تورط اليد القطرية بتمويلها لبعض ما كان يطلق عليهم بالمعارضة البحرينية، وهم متهمين بعمليات إرهابية داخل البحرين. وأيضا أوتهم ومنحتهم الجنسية البحرينية. أيضا هناك حراك للمعارضة في عدد من الدول المنطقة تم تمويلهم عن طريق قطر بتعاون إيراني. أعتقد الاثنين يتفقون في عملية تصدير الثورة واتباع إثارة أيضا الفوضى في المنطقة. طيب أستاذ عبد الله، هل تعتقد بأن هذا التقارب بين النظام القطري والنظام الإيراني، هل تعتقد أنه سيستمر طويلا؟ وإلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا المؤتمر يعني يؤشر على دواعي وأسباب هذا الالتقاء بين النظامين، وأيضا أن يوصي أيضا بضرورة أن ترتدع قطر عن مثل هذه العلاقة، وأن يشكل هذا المؤتمر ربما نقطة فاصلة فيما قبل وما بعد؟ دعنا نقف عند نقطتين مهمتين. أو بداية، هذا المؤتمر يعتبر ولادة قطر الجديدة، باعتبار أن قطر حكومة لم تنصت جيدا للنصائح السياسية لدول المنطقة والأشقاء وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي. فشلت قطر بتعاونها مع بعض المنظمات الإرهابية والإرهابيين بشق الصف الخليجي. هذا كان واضحا من خلال أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتهامه لإيران في وضع زعزعة وأمن واستقرار المنطقة، ومن يقف مع إيران بإشارة واضحة إلى الجماعات الإرهابية التي تدعم من حكومة قطر. أعتقد واضح جدا من المجتمع الدولي برفضه التام
بأن تكون قطر التي هي تعتبر جزء لا يتجزأ من البيت الخليجي بأن ترتمي في أحضان إيران، فهذا يهدد أمن واستقرار المنطقة وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي. نعم. وهذا ما سيعارضه وعارضه حقيقة المجتمع الدولي. نعم. بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا كان واضحا، وأيضا هناك مشاركة كانت للسفراء بريطانيا وأمريكا السابقين في قطر، وأوضحوا في مؤتمرهم للمعارضة القطرية بأن الحكومة القطرية عملت خلال السنوات الماضية على تقارب والوجهات مع طهران، وكانت الإدارة الأمريكية على علم بذلك، ومما كانت تعارض هذا التقارب، ولكن الآن نفذ الصبر باعتبار ما كانت تقوم به حكومة قطر من تعهدات هي فقط على الورق. نعم شكرا. والتطبيق يختلف تماما عن ذلك. شكرا جزيلا لك من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع.